نشوف أنا وياك فيديو وردتو عليه. مرحبا غنائية؟ عيالات كيغنيو خرجت واحد الاغنيه ديال عطيه العصير هذا بداو كيعيطوا على تخدم فين غتخدم خدامه في الملاهي الليليه فواحد الاستجواب ديالها قالت لهم انا ما يمكنش نخدم في الملاهي الليليه حقا فيهم الشراب فيهم هذا فهمنا مي جيتي خدمتي في النيغريسكو نيغريسكو ملها ليلي معروف في الدار البيضاء خدمتي لان ما الانسان ما يكذبش لان هاد الناس عاقوا فنانة الكبيرة سعاد حسن قالت لي في البرنامج بأن تتكذبي تتقولي أنا ما كان غنيش في الملاهي الليلية بغيتيني نهضر بلا زواق بلا زواق بلا كذوب بلا كذوب هاد الكلمة قلتها في عرس الفنان الكبير ستاتي عرس بنته عرس بنته قلت هاد الكلمة خوف خوف الزوج ديالي كان كيقول لي لقيتك خدامة في شي ملهى ليلي نقطع لك رجلك وكان مشي كنخدم علاش ميمكنش الزوج ديالي صير لي على أمي مستحيل أنني نقول لي صير لي على أمي وما عندها بزاف المصارف ما عطيتهاش أنا مكينش اللي عطاها إلا ما كيناش خالتي مكينش اللي عطى الماما خصني انا نصير على امي كنمشي كنخدم في الملاهي الليليه بالتخبيه باش بدوك الفلوس كنعطيهم لماما باش ماما تلقى ما تصير ومني سولوني حيت انا اول واحد عرفته كيتفرج في السوشيال ميديا كيتفرج في فيديوهات ديالي هو الاكس ديالي اللي دابا الاكس ديالي كنت كنخاف نقول انا كنخدم في الملاهي الليليه وهذاك النهار بالضبط كنت خدامه في ملهى ليلي خرجت من العرس مشيت خدمت في ملهى ليلي والرأي ديالها يحترم كتبقى فنانة كبيرة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تيفي مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شادة تحلى المشاهدة شادة أول قناة فنية بالمغرب